أكدت وزارة المالية أن تقرير مؤسسة ديكود اللي هي الاستشارات الاقتصادية والمالية بشأن دورة مسح الشفافية العالمي للعام 2023 سلط الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين. أكد التقرير التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة شراكة الموازنة الدولية، حيث تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي. وتخطط مصر المتوسط العالمي بمجال الشفافية وإتاحة البيانات والبالغ 47 نقطة، كما تخطت مصر المتوسط العالمي في مؤشر مشاركة الجمهور لتتصدر منطقة الشرق الأوسط. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي والوفد المرافق له سبل دعم وتعزيز التعاون ما بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. ذكر بيان للوزارة أن اللقاء يأتي انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التعاون المصري ونقل الخبرات المصرية في شتى المجالات. من جانبه أعرب وزير الطاقة الجيبوتي عن أمل بلاد في الاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء، مؤكدا اهتمامه باستمرار وزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء. قام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع متين الحربي والتابع للوزارة، ذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع. وحرص الوزير خلال المرور على خطوط الإنتاج على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم، فيما حثهم على الالتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي يقوم به المصنع كإحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يونيو من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 7%. وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 205.26 نقطة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو الذي بلغ 178.3 بنسبة ارتفاع قدرها 15.12%. كما لفت الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات بلغ 654.8% نقطة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو حيث بلغ 583.43 بنسبة ارتفاع قدرها 12.11%. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من 2% للبرميل بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة. زادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 2.33% مسجلة تقريبا 79 دولار وسنتين اثنين للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.49% مسجلة 74 دولار 83 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.2% لتصل إلى دولارين 32 سنتا للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.51% مسجلة دولارين 2 وسنتين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط، وذلك للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في العام 2022. تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل في العام 2022، وذلك للسيطرة على أسعار البنزين بعد بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. أعلنت الهيئة التنظيمية للصناعة في بريطانيا رفع سقف أسعار الطاقة اعتبارا من أكتوبر المقبل. هذا ويتوقع بنك إنجلترا تسارع التضخم هذا العام بعد انخفاضه إلى الهدف 2%. بزيادة قدرها 10% على أسعار فواتير الطاقة، ترفع بريطانيا سقف أسعار الطاقة اعتبارا من أكتوبر المقبل حسب ما أعلنت الهيئة التنظيمية للصناعة. وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن الزيادة 10% في سقف السعر تعني أن ما يقدر بنحو 25% من سكان المملكة المتحدة سيفكرون في إيقاف تشغيل التدفئة والمياه الساخنة هذا الشتاء. تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في أسواق الجملة، حيث يتم مراجعة سقف الأسعار كل 3 أشهر من قبل الهيئة التنظيمية، وهذا يعني ارتفاعين متتاليين، مما يجعل من الصعب على الحكومة الجديدة الوفاء بوعد الانتخابات بخفض الفواتير. وكانت التعريفات المرتفعة للطاقة بمثابة محرك للتضخم وأزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، وهي قضية رئيسية للناخبين في الانتخابات العامة في يوليو. وفي ظل تلك الزيادة يتوقع بنك إنجلترا أن يتسارع التضخم هذا العام بعد انخفاضه إلى هدف 2% خلال الصيف، حيث يتوقع البنك الآن أن يصل إلى 2.7% بحلول نهاية عام 2024 قبل أن يتراجع مرة أخرى. هذا ولا تزال مستويات الديون بين العملاء عند مستويات قياسية وفقاً للهيئة التنظيمية للصناعة، على الرغم من انخفاض الفواتير من الذروة التي شهدت أثناء أزمة الطاقة. وترجع الزيادة الأخيرة في الغالب إلى ارتفاع العقود الآجلة وسط مخاطر العرض بسبب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت عقود الغاز في المملكة المتحدة بأكثر من 8% منذ دخول سقف السعر السابق حيز التنفيذ في الأول من يوليو.